أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل قد نوى صيام العاشر من محرم وهو يصلي الفجر، فهل يجزئه ذلك؟ نعم، إذا كان ما أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر فيجزئه الصيام من النهار، تجوز نية الصيام من النهار في النافلة، في صوم النافلة، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. فهذا إذا لم يكن أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر ثم نوى صيام يوم عاشوراء في صلاة الفجر أو بعدها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضل.